تظلمات الثانوية العامة 2019، المواد والإجراءات وطريقة التقديم. أعلن الأستاذ خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة عن فتح باب تظلمات الثانوية العامة 2019 للمتضررين من نتائجهم بامتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018-2019، وذلك بدءا من يوم الثلاثاء الموافق 16 يوليو 2019 ولمدة 30 يوما. وهناك إجراءات يجب اتباعها لتقديم التظلم. أولا، يتم سداد مبلغ 100 جنيه عن كل مادة يرغب الطالب في تقديم تظلم بشأنها بأحد البنوك الوطنية لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية. ثانيا، يتقدم الطالب بطلب للاطلاع على المادة أو المواد المطلوب الاطلاع عليها لمندوب لجنة النظام والمراقبة المتواجد بالمديريات التعليمية التي تتبع اللجنة. ثالثا، يتقدم الطالب أولي الأمر بطلب التظلم في المديرية التعليمية التابع لها مرفقا به إيصال السداد وشهادة الدرجات وصورة البطاقة. يذهب الطالب بعد ذلك للاطلاع على ورقته ابتداء من الساعة 9 صباحا بمقر لجنة النظام والمراقبة المختصة. خامسا، ليس من حق الطالب التقدم بطلب للاطلاع مرة أخرى. سادسا، تقتصر عملية الاطلاع للطالب على صورة ضوئية من كراسة الامتحان وليس الكراسة الأصلية، حيث يشترط حضور الطالب بنفسه للاطلاع على صورة كراسة الامتحان في كل من وجود أجزاء من الإجابة غير مقدرة أو عدم صحة جمع جزيئات درجات كل سؤال من الداخل أو عدم مطابقتها للدرجات المدونة على المرآة الخارجية لكراسة الإجابة أو خطأ في جمع الدرجات الكلية للأسئلة. سابعا، يتواصل الطالب مع لجنة النظام المختصة بالمراقبة خلال فترة زمنية تحددها اللجنة لمعرفة نتيجة تظلمه.